رجل الدولة الشيخ محمود أحياح خاصة سفرهم عندي أسبوعين صححنا الحقيقة حينما قلناهم أفضلون تحمل مسؤوليتي هي الشيخ محمود رحمه الله كان صديق قليل لرئيس الجمهورية وصديق لي شخصيا لهذا ما قلناه في 99 أنا كنت عايش كما قلنا للشافعة أبدا 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 الشيخ محمود ما تساوم على نفرش على ذاك عبد أبدا الشيخ محمود معنا شخصية وطنية مرد وطني رحم عليه وكان ضروري الصحافة هذا التصحيح ما يقال صوت تفلق ما بيننا وبين الله بيني وبين الشيخ أحمد الله يرحمه كان صداقة حميدة دمع واللي كان الأسمنت ما بيننا الله يرحمه المسلمين اللي شاركنا معهم في حرب البوسنة الكفارين أنا لك وطاقينا في البوسنة والهرسك والغرب لهذا علاقتي مع الحاكمة وكنا معا في المجلس الوطني الانتقالي هذا إذا بتصحيح الصحافة نمسح هذا سوء التفاهم اللي وقع الأسبوع الماضي انتوا رحتوا في اطار الصلاه